يقول السائل: عندما أريد أن أعوذ أولادي جميعا بكلمات الله فهل ينفعهم ذلك؟ عندما أريد أن أعوذ أولادي جميعا أعوذهم بكلمات الله فهل ينفعهم ذلك أو لا بد من حضورهم عندي وأن أقرأ هذه الاستعاذة عليهم؟ لا، ما هو بلازم حضورهم، تورد على نفسك وعليهم تعيد نفسك وتعيدهم ولو كانوا غير حاضرين. نعم.